على بركة الله أعلن الثاني انطلاقات الصعوب للأبكار الصعوب والمسافة 1500 متر. إذا نسير ونبحر في عمق الميدان ناخذ المركز الأول. هنالك غدير على أول المراكز الشيخ سعود بن عبد الله بن جبر، الثاني على أول المراكز، بينما ثاني المراكز هنالك من الجانب الآخر. إذا لحظات قليلة وأنا وافيكم بالمركز الثاني. هنالك حاملة رقم 29 الكبسولة على ثاني المراكز، حمد بن محمد بن عيقان على ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز هنالك طواري فهد بن سعيد آل خديقة على ثالث المراكز، وصول في رابع المراكز إلى ثالث المراكز، وفي طريقه إلى أول المراكز هنالك من حاف حمد بن علي بن جرحب. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود عند الكبسولة. حمدان بن محمد بن عيقان على أول بن عديان على أول المراكز، بينما ثاني المراكز هنالك من حاف حمد بن علي بن جرحب، والمركز الثالث وصال من قبل هنالك وهيلة على ثالث المراكز سعيد بن راشد أبو وضحى. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى العروض الجميلة، العروض الغاية هنالك من قبل الكبسولة الذي انطلقت بالمقدمة، انفردت بالمقدمة الكبسولة. حمدان بن محمد بن عيجان على أول المراكز، بن عجيان على أول المراكز، إذا ثاني المراكز هنالك وهيلة سعيد الراشد أبو وضحى حاملة. إذا منحاف على ثاني المراكز حمد بن علي بن جرحب، والمراكز إذا اعذرونا عن بقية المراكز، خلونا عند الكبسولة. حمدان بن محمد بن عجيان انفردت بالصدارة، انفردت بالمقدمة، انفردت بالناموس. مشكور يا مالك الكبسولة حمدان بن محمد بن عجيان على هذا الأداء وأداء الكبسولة وانفرادها، تهانينا والناموس. إذا في ثاني المراكز هنالك من حاف حمد بن علي بن جرحب، إذا ثالث المراكز هنالك 27 إذا هنالك مزعلة 27 عبيد بن حمد بن سالم. إذا نعود ونهني مالك الكبسولة حمد بن محمد بن عجيان. إذا التوقيت الزمني